السلام عليكم. إن للأنبياء قصص عجيبة وحكايا غير مألوفة، وصل إلينا بعضها والكثير منها لم يصل، ولكل حكاية وصلت إلينا عبرة إلهية مذهلة. وإن من أكثر الأشياء إثارة للفضول هو قصص موت الأنبياء وقبض الله تعالى لأرواحهم. وقصة موت النبي سليمان عليه السلام قد تكون أكثر تلك القصص غرابة وإثارة للتعجب. فهل فعلا بقي سليمان ميتا سنة كاملة دون أن يعلم أحد بذلك؟ وما العبرة مما حدث؟ وكيف استطاع إخفاء موته عن الجن والإنس؟ تابعوا معنا لتعرفوا الإجابة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كان سليمان عليه السلام من أعظم الأنبياء والملوك على الإطلاق، فقد كانت له معجزات وقدرات عجيبة لم يملكها أي أحد من قبله ولن يملكها أحد من بعده. ولكن لكل نفس أجل مسمى، والأنبياء بشر وكتب عليهم الموت كغيرهم من البشر. ولكن قصة موت سيدنا سليمان لم تكن قصة عادية أبدا، وقد رواها لنا ابن عباس ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة، أن سليمان عليه السلام كان يتجرد في بيت المقدس مدة من الزمن أي يعتكف فيه، فكان في كل مرة يصبح فيها يجد شجرة قد نبتت في بيت المقدس فيسألها عن اسمها فترد عليه، فإن كانت نبتة للغراس غرسها، وإن كانت للدواء جعلها دواء لكذا وكذا. وحصل أن نبتت يوما نبتة تسمى الخروبة، فسألها سليمان لأي شيء أنت؟ فقالت أنا لخراب بيت المقدس. فأيقن سليمان عليه السلام أنها ما نبتت إلا لهلاكه ثم خراب بيت المقدس، لأن بيت المقدس لن يصيبه الخراب وسليمان حي. فنزعها من مكانها ثم زرعها في حائط له، ثم عكف على عبادته في بيت المقدس متكئا على عصاه حتى أدركته المنية وهو على هذا الحال. فبقي عليه السلام متكئا على عصاه كأنه يصلي بالرغم من موته، ولم يسقط على الأرض، فكان من يراه يظن أنه قائم يصلي، وهذا ما ظنته الجن والشياطين. ودعا سليمان عليه السلام قبل موته فقال اللهم أعمي عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأن الناس في وقتها كانوا يعتقدون أن الجن يعلمون كل شيء ويستطيعون عمل أي شيء. فأراد سليمان عليه السلام أن يثبت لهم بموته أن ذلك غير صحيح. ويقال أن سليمان عليه السلام عندما علم باقتراب موته وضع خطة تمنع الجن وغيرهم من معرفة أنه قد مات. فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قال سليمان لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني، فأتاه فقال يا سليمان قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصاه. قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت، بل لكي لا يدخل عليه أحد فيبقي خبر موته سرا لأطول فترة ممكنة. ولكن كيف انكشفت وفاته بعد ذلك؟ استلطت حشرة صغيرة جدا تدعى الأرضة على عصا سليمان عليه السلام، وبدأت هذه الأرضة تأكل خشب العصا منذ موت سليمان عليه السلام، وبقي سليمان متكئا على عصاه بعد وفاته حولا كاملا ولا أحد يعلم بموته، حتى نهشت الأرضة عصاه فلم تعد تتحمل ثقل جسده فانكسرت وخر على الأرض عليه السلام. ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا احترق، فلم تكن الشياطين تجرؤ على النظر إليه حتى سقط على الأرض، فعلموا أنه قد مات فنشروا خبر موته، وتأكد الناس بذلك أن الشياطين لا يعلمون الغيب كما أراد سليمان عليه السلام. فلو كانوا يعلمونه ما كانوا مكثوا حولا كاملا يعملون ويجهدون خوفا من سليمان بعد أن توفاه الله تعالى.
قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ويقال أن الحكمة الأخرى من إخفاء موته هي أن سليمان عليه السلام عندما اقترب أجله لم يكن قد أنهى بناء بيت المقدس، وأنه كان قد سخر الجن لبنائه فأخفى عنهم خبر موته حتى ينتهوا من بنائه. فهم لو علموا أن سليمان عليه السلام قد مات فلم يكملوا البناء وسيتركونه على حاله. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة. ودمتم بحفظ الله ورعايته.